السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اش غنقول لكم اخواني، انا معايا واحد الوليد مسكين شويه، هو يعني ماشي تلهيه شويه في العقل ديالو، هو دري مغلوب على امره ومتخلى عنه صراحه. وليد قصير يعني من بين القصير المتشردين ديال هذه المدينه هذه، والان تيعاني مسكين، راه حشاك عضو واحد الكلب هذه مده ديال 3 ايام هذه وراه مكرفص بزاف. ماشي مشكل. شوف لي هادي دابا مده 3 ايام تيجي للسيرفيس ديال جهه هنا المصلحه الصحيه، تيقولوا له ما يمكنش تقولك بلا ما عندكش لاكارت. الولي الامر ديالو هو متخلى عنه، الدري دابا تيترعد، ها هو حالته حاله 3 ايام هادي هو تيجي وتيردوه. دابا هو بالليل عاوتاني واقف، تنتصلوا بالمسؤولين ولا من يجيب ولا من يعني يرد على الاتصالات ديالنا باش ياخذوا بعين الاعتبار. دابا هاد الوليد هذا ما فهمتش انا الدوله هذه، تيجي هادي 3 ايام يقول لي نقولوا دابا من بالليل ما كاين مشكل، ولكن بالنهار مي كان تيجيكم علاش ما اتخذتوش معاه الاجراءات اللازم؟ واش بالضروره يكون عنده لاكارت؟ واش هو مغربي تيهضر بالعربيه تيقول لا اله الا الله؟ تتشوفوا تيشوفوا الامن تيدور، السلطه عارفه، عام معروف فين تيسكن، علاش غنبقاو عاد نوضو ندخلو شد ليا نطلق ليك حكا ما عندوش لاكارت ولا كذا؟ راه قاصر هذا قاصر. يعني هاد المصلحه الصحيه انا بغيت نعرف هاد الطبيبه هادي بعدا، هاد الطبيبه هادي اللي كانت الناس صراحه مطوعه، الموظفين كانوا تيجيو ماشي مشكل لهاد الحالات، ولكن دابا الان ها هما قصاوهم ورفضوا باش يجي شي واحد يدير شي اجراء بالليل ولا يعني شي حل مع شي واحد بالليل بحال هكا ولا يتاخذ الاجراءات في اقرب وقت. تيرفضوا، رفضات الطبيبه هادي، مع العلم ان الطبيبه هادي متعجرفه تنعرفوها مزيان حق المعرفه. الطبيبه هادي مكرفصه على هاد المصلحه الصحيه، هي ما عمرها خرجت لشي ميت هنا كاع، دابا مات باش دير له المعاينه ولا شي حاجه، ما عمرها خرجت دير له المعاينه، شي ميت هنا في المدينه ولا شي حاله صحيه تابعه للمجلس دير له المعاينه، بتاتا ما كاينش، بتاتا قطعا كاع، ما عمر بتاتا. تيخرجوا بحال ما تترضاش بنا، ودابا عطات التعليمات ديالها ان ما ديرش شي اجراء بالليل، وحنا معروفين ان الناس هذا لي سيرفيس المصلحه الصحيه بوحدها اللي خصها تكون عندها بيرمانونس نورمالمون بالليل، خص يكون وعندها لي بيرمانونس. المصلحه الصحيه عندها ناس تيكونوا في المداومه، لان المخاطر اللي تتكون بالليل راه ممكن اي مواطن يتعرض لهجوم من شي كلب ضال او غذا، يعني خصو يجي يلقى اللي ياخذ ليه بعين الاعتبار. الان من الناس بدات تاخذ بعين الاعتبار قاموا باقصائها وتوقيفها كاع وحبسوه. دابا هذا الوليد مسكين هو ما صاب ليه سمتو، شنو وقع لك؟ عضك الكلب؟ فوقاش عضك؟ 3 ايام. وكيفاش تعضك؟ هو دار شي عساس ولا؟ لا حرشوا عليك واحد الدري؟ هو الدري ما دعيتيه ما درتي حتى حاجه؟ فين تسكن الدري هذا؟ في العدير. في العدير؟ وانت فين تسكن؟ في دواق طبيين. ولكن انتم في الاول كاع فيكتوا الوالدين ديالك فين كاينين؟ في سلا. تحولتوا لسلا؟ واش تدير انت هنا دابا؟ تتبات في الزنقة؟ علاش الأم ديالك سمحت فيك ولا شنو؟ زرات علي. عاود هضر بجد؟ زرات علي. جرات عليك؟ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المسؤولين ديال هاد البلاد الله يجازيكم بخير. شحال في عمرك شحال؟ 15. باقي تتقرا؟ لا. خرجتي؟ لا. تدير لا صنعة لا والو؟ كنت في الخيرية. صافي مزيان. المهم لا حول ولا قوة إلا بالله، العلي العظيم. أسأل الله السلامة والعافية. هاد الليلة هادي وهاد السيد هذا دابا راه تنتسناو شي واحد علاه عسى يجي ياخذ ليه بعين الاعتبار، الله ياخذ الحق في هاد الليلة هادي. الله ياخذ الحق في هاد النهار هذا. لا إله. Thank you.